هاي، عرفته منذ نعومة أظافري، تعلمت منه الكثير وتعلم مني الكثير. صديق وفي، محب مخلص، عزيز جدا على قلبي. عرفته منذ سنوات طويلة، ما راح أقول لكم قديش لأنه بتعرفوا هذا الشيء أنتم تقريبا، من سنوات طويلة. حبيت بلش هيك مثل كتاب شعر، هو منه شعر بس هو غزل بشخص أنا حبيته كثير من وقت تعرفت عليه، لأنه عشنا سوا، كبرنا سوا، قطعنا بكل شيء سوا، بالطلعات والنزلات، والطلعات والنزلات، والطلعات والنزلات، نزلنا فيهم وطلعنا فيهم، ضحكنا سوا وبكينا سوا وزعلنا سوا، نحن لأنه عائلة ومثل الإخوة. الأسرة الثانية لإلي، وهو كان أحد أفرادها، جوزيف حويك. زوزو، يا الله يا غيدة، يا الله يا الله، شو حلو شو حلو هالمقدمة حلوة. هيدي نعومة أظافر، يا حبيت صرت عم بتطلع إذا بعض الناعمين ولا بطل. ما هو هيك عملت، خلص حسيت انه ما بعرف ليش حسيت قبل ما نطلع على الهوا، هلا قبل ما نسجل اكشلي، بس نحن معودين نطلع على الهوا، نحن اشتغلنا سوا على الهوا، واشتغلنا سوا صحيح تسجيل، واشتغلنا سوا بالنهار، واشتغلنا سوا بالليل، وعشنا صحيح عن جد كل لحظه بلحظتها. اذا واحد في يقول انه نحن ما عشنا كل شيء سوا، مش مزبوط. يعني انت خي صديق وفي ومحب ومخلص، وهذا الشيء اللي انا بفتخر فيه وبعتز فيه. لما حدا بيقول لي حتى تعرفي جوزيف حويك او انه انتم سوا كنتوا اصحاب او كذا، بقول لهم ايه، انا بفتخر انه هو على راسي وبعيوني وبقلبي وعلى كتافي، وحاطته كل حياتي بين ايدي وبغمره، بحبه كثير، اللي هو جوزيف حويك، حبيبي المقدم التلفزيوني الناجح والممثل التلفزيوني الناجح جدا. زوزو، انا بس شو يا غيد؟ خلص فتحت والهوا لإلك، تفضل. انا بتذكر هيك هلا انت عم تفتتحي ذكرتيني بافتتاحياتك اللي كانوا هيك كرييتيف بالبرنامج الصباحي، لما اوقات تحطي فيروز وما تحكي ولا كلمه بس تسمعي فيروز، فدائما يكون عندك هيك تفنجه جديده. ذكرتيني الحاله يلي عملتيها بالتيكت علينا والفيزا عليك وهالقصص كلها، يعني بالفعل يعني ايام مرقت نجوم صنع تلفزيون المستقبل، وانت من بين هالنجوم يلي انتشروا بالعالم العربي والعالم كله. صراحة يعني انا مبسوط فيكي انه انت بعدك انفولف، عم تابع كل مقابلاتك يلي عم تعمليها مع هالشخصيات الكبار يلي عم بيزوروا برنامجك على يوتيوب على صفحتك. بالفعل برافو غيتا، يعني لو ما عندهم الناس ثقة فيك ولو بيعرفوا انه في كريدتس انت عندك اياهم، يعني هالقد باجاج كبير، مش هالقد يكون ضيوفك من المنجزين حول العالم من اللبنانيين وغير اللبنانيين. حبيب قلبي، حبيب قلبي، ثانك يو سو ماتش. هي انا اقل كلام انا اقوله عنك، وميرسي كثير عم تردد لي دغري القصه، لانه بنعرف قديش نحن اثنيناتنا الحمد لله عندنا قدرات كثيره، واثنيناتنا بنعرف قديش قادرين نعطي، وبعدنا الحمد لله عم نعطي اكثر واكثر. زوزو، صلى تعرفوا عليك العالم كل حياتك على تلفزيون مستقبل، وهلا انتشرت ايضا الى شاشه جديده، وكفيت مع جمهور جديد عبر تلفزيون جديد، وكمان ببرنامج صباحي كمان، غير هلا رح نحكي بعد شوي عن العمل التلفزيوني السينما التمثيلي، يعني اذا فينا نقول، واللي فتت فيه كمان صار لك سنوات طويله فيه، عم توقف وترجع كل الوقت. خلينا نحكي شوي عن التلفزيون، نحكي عن جد كيف كانت حياه التلفزيون، لانه نحن عن جد كبرنا سوا. يعني انت حتى انت اب ممتاز، انا فيني اقول انه الله يحميهم، عندك بنت وشابين توم بيطيروا العقل، الله يخليهم، الينا وجيلو ايف، بثلاث شابين وصبيه بيطيروا العقل عن جد، وانت الاب اللي كنت امبريلا تبعيتهم كل حياتهم، بس عن جد فعلا هذا الشيء يعني اقل شيء، وكنت ايضا كمان يعني الرجال الوحيد تقريبا اللي كنت بيناتنا وبقيت كل حياتك معنا، نحن الاي ليست مثل ما كنا نسمي حالنا نحن الصبايا، وجوزيف كان على هيك، على كمان على معنا، دائما موجود معنا. سو خبرنا شوي صحيح. كيف قطعت هالمراحل كلها بالتلفزيون. تعرف التلفزيون يعني هو يعني تلفزيون المستقبل بحد ذاته كان عطى فكرة مختلفة عن التلفزيون بالكاركتير والشخصية اللي أخذها، يعني ما بتصور هذه الحالة بتتكرر. اللي شهدناه بتلفزيون المستقبل أكثر من شاشة وأكثر من رسالة، شهدنا عائلة تانية غير المصغرة اللي كنت عم تحكي عنها، عائلة كبيرة بتضم ما يقارب 700 800 شخص موجودين بهذا التلفزيون على كل الصعد. يعني كلنا كنا على قلب واحد وعلى فكر واحد، وكلنا بنخاف على بعض، بنخاف على سمعة بعض وصيت بعض وصيت التلفزيون وهالشاشة اللي نحبها مثل بيتنا. بالفعل أنا بوجه تحية للتلفزيون الجديد يلي انضميت له، يلي عم أكيد بقدر كمان أعطي رسالتي يلي بدي أعطيها وكل شيء بدي أوصله من خلال هالشاشة هيدي
التلفزيون المحترم اللي طبعا بوجه له كل تقدير، بس تبقى بتعرف النوستالجية بالقلب يعني لتلفزيون المستقبل ما بتروح وما بيقدر حدا يحل محلها، يعني موجود هالمكان لأنه طبيعي ربينا هونيك، الحيطان صاروا أصحابنا، صرنا بنحكي مع الكاميرات غير مع الأشخاص حتى، يعني صار كل الناس اللي موجودة على قلب واحد. طبعا أنا بوجه تحية تقدير للي صنعوا هالتلفزيون، وتحية كتير كبيرة للي عملوا هالتلفزيون وعطونا هالفرصة يلي قضينا فيها سنين كتير بالعمر، وإن شاء الله إن شاء الله مثل ما عم نسمع بالشوارع اللبنانية بالشارع اللبناني وبالحكي إنه هالتلفزيون راجع، بتمنى إنه يكون في هيك شيء، هالشيء يكون صحيح ويرجع التلفزيون ويرجع صوت المستقبل يطلع من أول جديد. برجع بكرر أكيد تحياتي وتقديري للتلفزيون الجديد يلي انا انضميت له كمان وصرت أكيد فرد من افراد عائلي. نعم أكيد الحمد لله، لأنه كمان تلفزيون جديد الحمد لله رجع ضم عدد كتير كبير من أفراد كمان أسرة عالم الصباح، ومن أفراد صحيح أسرة تلفزيون مستقبل أيضا ضمهم إلى كمان طاقم العمل عنده. هذا الشيء حلو كتير، أكيد أنه فتح لهم أبوابه وفتح إيديه لحتى يقدر يستقبلهم أيضا بكل رحابة صدر، وهذا الشيء ده أنا فعلا بنفتخر فيه، لأنه الحمد لله هالشاشة عم تفوت على كل بيت بشكل كتير كبير. هون انا كمان بدي اقول انه اكيد يعني هذا التلفزيون مثل ما قلنا نحن اللي كبرنا فيه، واللي فعلا كل واحد قطع، يعني ان كان قطع فيه شهرين يومين او 20 سنه كان دائما يكون عنده شيء معلق فيه، يعني فعلا هيك مثل شيء هالقد متعلقين فيه ما فينا نبعد عنه، وهالقد كان شيء فعلا جزء اساسي من حياتنا. يعني عن جد واحد خلص يحس انه هيدي عيلته، خلص عيلته الثانيه، هيدي عيله وهيدي عيله، بس كنا هيدي حاسين حالنا كلنا كان هيدا لبنان، بدل على لبنان صغير. نعم بدل على الأزمة يلي مرق فيها التلفزيون آخر شيء، وضلوا كل العالم متواجدين وعم بيعطوا من قلبهم وما حدا وقف، نعم إلا يمكن لصارت يعني الأمور طلعت من حدها، يعني هيك حسوا الناس خلص ما قادرين بقى يكفوا، بس إنه ضلوا موجودين لآخر نفس، وكلنا كنا مستعدين لهذا الشيء نضل موجودين لآخر نفس حتى يوم اللي سكر أنا أو قرر إنه تطفي هالشاشة وتحط برامج قديمه وبعدها لهلا عم تحطها، يعني كان ما بيرضى حدا وما حدا كان بده هيدا الشيء، يعني برامج كثيره مرقت علينا وشاركنا فيها ما بتنعد وبننساها، يعني في تاريخ كثير كبير. هلا اذا بنطلع لورا بنقول اف نحن عندنا هالتاريخ، نحن عندنا هالعدد من البرامج، نحن عندنا هالاعمال اللي عملناها، يعني عن جد في باجاج قوي قوي وكثير صحيح كبير وما بيروح وما بيطفي، وبعده هلا عم ينعرض والعالم عم بتشوفه، بتشوف الناس بعدها بتصور سكرين شوت او بتصور فيديوز تبعتنا على الواتساب، صح بعدهم عم بيتابعوا وعندهم هن كمان الناس ومشاهدي هالشاشه الحنين لهالبرامج هيدي حتى بعدهم عم بيتابعوا. صحيح، وهذا الشيء هذا الشيء الحلو اكيد. يعني شو في اشياء بتتذكرها كمان من تحديات قطعت فيها خلال هالمسيره الطويله من التقديم التلفزيوني، ان كان على تلفزيون المستقبل وان كان هلا على تلفزيون جديد؟ شو في اشياء مثلا قطعت معك، اشياء بتضحكك، اشياء بتزعلك، اشياء هيك عشناها نحن وعلى الهواء او نحن عم نسجل، يعني شو في اشياء بتحسك بعدها قاعده بذاكرتك وما فيك تنساها ابدا؟ هلا بذكرت كثير قصص، يعني من اول يوم كان طلعنا على التلفزيون كنت انت اول شخص بيطلع بيفتتح التلفزيون بتذكر، وبعدك طلعنا صرنا اول تلفزيون عربي شباب وصبايا بيطلعوا بيعرفوا عن البرامج كرابطين فقرات رابطين برامج، هيدي شغله كانت حاله والعالم تنطر شو لابسين وكيف طالعين ومين هودي، وبلشنا دغري من بعدها بالليل المفتوح يلي كثير مرقت علينا قصص، ياما في ضيوف كنا عم نحكي معهم قد ما نطول بالتصوير قبل ما نصير لايف، يخفى الضيف ويكون الوقت انه هلا يحكي لانه كان كذا هالشغلات، مره انكسر عود لضيف فنان موجود معنا كمان قامت القيامه وقعدت، يعني في شغلات ما بتروح من الذاكره ومن البال، قصص حلوه طبعا، القصص بشعه ما في، يعني ما كان فيها المنافسه بيناتنا نحن الزملاء ما بدي اسميها وسخه، المنافسه يعني القاسيه، كان في المنافسه الصداقه صح بالصداقه، يعني صح الشخص شاطر بشطارته كيف الواحد بيقدر ياخذ وكذا برنامجه وفرصته ليطلع ويقدر يبين فيها، وبالفعل يعني انا مثلا بتذكر برنامج كيدز، هالبرنامج ما بيروح عن بالي اللي بقي 3 4 سنوات على الهواء، يعني هلا البرامج يمكن بيدفعوا مصاري للاودينس ليجوا، انا كنت في مسرح الاسترالي ينتلي وقدهم اللي برا ما يقدروا يفوتوا ويرجعوا على بيوتهم زعلانين مش قادرين يحضروا التصوير، هالقد كانت البرامج ناجحه، يمكن وقتها هيدي وقت كانت ايام
التلفزيون والابوجي او العز التلفزيون. يمكن هلا السوشيال ميديا والانترنت اللي هو عدو التلفزيون اخذ منه شويه سكسي، ممكن ما بعرف. لا بس مش مشكل، مش مشكل اصلا، كلنا بنتذكر اكيد هذا التاريخ الكبير كثير. انا بعدني حتى ما بنسى، ما بنسى كمان سوبر ستار، حتى وقت اللي ظهر ملحم زين وقتها بالمرتبه الثالثه، دقوا لي لقلي شو صار؟ وينه؟ عملوا مظاهره على باب التلفزيون كذا، وهي اسم الله هو ابو علي هلا منجم، منجم اكثر من الكل قد ما كان محبوب بوقتها. بتذكر انا كنت عم بعمل معه، كان كل شخص يطلع من برنامج سوبر ستار يجي لعنا على تاني يوم عالم الصباح مزبوط مزبوط نستضيفه. كنت عم بستضيف انا ملحم زين تاني يوم، بس طلع وطلعت لبرا لقيت بالفعل الاف الناس مول من المتظاهرين. شو حلوه هالمظاهره لما تكون فنيه، صح، يعني يا ريت نرجع لهالايام، يا ريت يا ريت نرجع لها. مثل ما يقولون انه نحن عايشين الوهم هلا، لا كنا عايشين الوهم وهي الحقيقه، لا نحن قبلانين نكون ضلنا عايشين بهالوهم اللي كان عطينا السعاده يلي ما في يوم بيرجع مثله مثل ما بيقولوا. وهون كمان بهلا زوزو، اذا بدنا نحكي شوي كمان على الانتقال كمان لشاشه تانية مع زملاء جديد، وهلا كمان عم نعم بتكون كمان، لانه نحن اصلا اخر اكثر من 10 سنين صرنا عم نقدم كمان، كل شخص عم بيقدم برنامج شخص لحاله، مش كذا شخص، وهذا الشيء كفيتوه هلا كمان مع البرنامج الصباحي بالجديد. بس كمان في اسره جديده كمان كامله لإلك كمان، كيف كان الانتقال لإلك كمان لهونيك؟ وايضا في بعد عندك كمان نقلة عم تروح على كندا، على تورونتو، بدل فئة يويو كمان حبيبة القلب يمنى شري، فئة بتورونتو لحتى تكون معك السبت كمان على الهواء، وهيدا الشيء عن جد حلو كتير، ما في أحلى منه كمان. لكن لخبرك شغله، اكيد النقله انا بوجه لهم تحيه لكل العائله الثانيه اللي انضميت لها وكلهم كويسين وكلهم يعني. بس بعد يعني في اشخاص بتروح اشخاص بتجي، يعني نحن عائله طبعا بس ما بنلتقي مع بعض لانه نحن مش متواجدين على طول بالتلفزيون الا اذا كنا معزومين كلنا سوا مع بعض على شيء مطرح. البرنامج الصباحي على الجديد يعني اعطاني الروح رجع، لانه عم طلع على المشاهد الصبح، يعني هيك الاطلاله تختلف الصبح، هيك بتحسي في شمس، في شيء، في اللي قاعد على رواق مع قهوته عم بيحضرك عم يشوفك عم بيسمع، يعني فاضي لالي كل الوقت اعطيكي كل سمعه. وطبعا البرنامج نجح كثير، وبالفعل يعني انا بعرف ردات فعل الناس على السوشيال ميديا وعلى الطريق، صح ومحظوظ حتى من الضيوف اللي بيحبوا انه يكرروا يطلعوا معنا على هالشاشة. أنا صحيح بقول هذا صح الشاشة الجديد شاشة شعبية جدا، صح عندها جماهيرية كتير كبيرة، كثير وبرافو على شغلهم لأنه هالقد بحسوا بالمواطن، وخاصة من خلال هالأزمة يلي عم بيمرق فيها المواطن اللبناني اللي ما تركوه ولا مطرح قدروا يعبروا عن مشاعره وأحاسيسه اللي بده يقوله بلسان حالهم طبعا هن. اكيد، وهذا الشيء اصلا ما في شك انه هي الجديد كان عندها دائما هيك جانب لحاله مختلف فيها. كنت حتى انا بتذكر من قبل، يعني حتى مع بدايات تلفزيون جديد، كان حتى وقت اللي يكون في خبر، يعني حيالله خبر للاسف او حيالله خبر حدث اذا فينا نقول صار بلبنان، ما يكون صار له كم دقيقه، ثلاثه او خمسه، اذا بدك تعرف شو الخبر الاسرع بتروح دغري على الجديد لحتى تعرف شو هو هالحدث، لانه ما في حدا بيسبقهم فيه. وهذا الشيء فعلا يعني عندهم هالطاقم، يعني عن جد هالقد سريع جدا، وهذا الشيء اللي قدروا يعملوه من خلال كمان خلق برنامج جميل جدا يستقطب كل الناس عبر برنامج الصباحي ايضا بالجديد. هون كمان بدي احكي شوي زوزو عن موضوع التمثيل، صار لك سنوات طويله كثير بتمثل، بتوقف نعم وبترجع، بتوقف وبترجع ايضا، كمان قديش كمان عم تستصعب او تحس اوقات انه حالك انه مثلا بتكون شيء على الـ بالشاشه التلفزيونيه كتقديم، وبتكون شيء تاني بشخصيه غير مختلفه كليا، يعني كمان تفاصيل حياتها عبر دور تلفزيوني بمسلسل جديد، كيف كمان عم بتكون هيك النقله كمان بيناتهم؟ أنا ما وقفت أبداً، يعني بلشت مع حلوة وكذابة بال 2010 2011 تقريباً بهالوقت، وبعدني مستمر كل الوقت. بس أنت بتعرفي الدراما غير البرامج، الدراما صح بتعملي عمل أو عملين أو ثلاثة ماكسيموم بالسنة، يعني وحسب كيف صح بينعرض وين بينعرض وبيبين الواحد. بالعكس هي الفرصة بلشت مع الأستاذ مروان حداد، صحيح كان تحياتي برمضان ليلة السهرة عنا، وعلى الهوا عرض علي دور بمسلسل حلوة وكذابة من كتابة كريم رزق الله، وأنا انبسطت بالفكرة وقتها. رجعت لإدارتي لأنه أنا قبل كان عندي تجربة تمثيلية مسرح، وكان هني بدهم بفضلوا أنه وقف لأنه أنا وجه تلفزيوني عندهم،
عرضت عليهم الفكره، وقت اعطوني الاوكي هيك هيك بلشت واستمريت، بس يقولوا لي الادوار بدك تاخذها انتبه تكون رساله يعني، وهي بالنتيجه دور له رساله وله مرايه بالمجتمع اللي موجودين احنا فيه. وكرت المسبحه، نطرت الصحافه شو بدها تحكي، مع انه انا اذا بتطلع على حلو وكذابه هلا ادائي يختلف 360 درجه عن هلا، لانه كنت لا داخل بيختلف كل سنه 180 بالسوري بالاذن لحتى اصلح هذا 180 360 ترجع محلنا. حل. شو بدنا يا سوسو؟ وانا كمان بشكر انطوان الاشقر، دكتور انطوان الاشقر اللي اخذت معه مجموعه من السيشنز اللي خلاني طبعا ارجع هيك قبل كل شخصيه البس الشخصيه مثل ما لازم. وانطاره الصحافه كتبت بطريقه هيك عفويه وحلوه انه عم بكون ادائي طبيعي ومش مبتذل، وكررت المسبحه، واكيد المنتجين لو ما شافوا في الشيء انه عم بقدر ادي بشكل صحيح ما عم بيجيني اعمال. اشتغلت مع استاذ مروان اغلب احيان مسلسلات كثيره، صاروا يمكن شي 15 17 صحيح مسلسل، صحيح اشتغلت مسلسل مع جولد فيلم برودكشن كمان انا والنجم يوسف الخال، كان دور حلو كثير، ونعرض من سنتين على رمضان بالدول العربيه، ونعرض على شاشه ال بي سي بلبنان مرتين. واشتغلت سينما هيك تجربة كمان خجولة بزفافيون يلي كان عم ينعرض على الميدل ايست على الطيران، ونعرض بكل السينما. واشتغلت ليتلي في سوريا مسلسل قرار وزير مع شركة قبم، اللي هني شافوني لو ما التقينا على شاشة ال بي سي وحكيوني، وطلعت صورت انعرض السنة برمضان قرار وزير مع عشرة عمر يلي صورته طبعا مع مروة جروب يلي انعرض على شاشة الجديد، ولقى نجاح كتير كبير كمان. الحمد لله. يعني نعم في مسلسلين لك يعني هالفتره هذه كنت عم تعيشهم يعني كمان، ويعني كده يعني برمضان مسلسلين على التلفزيون واطلاله اطلاله اطلاله اسبوعيه على التلفزيون بشكل جوزيف هويك بالشخصيه الحقيقيه تبعت جوزيف. يعني كمان نعم هون كان في، انا ما كتير بحضر التلفزيون بس بعرف قديش كان في استحسان كتير كبير لدورك لادوارك يعني كمان لك، وخاصه بقرار وزير كمان كان عندك شخصيه كتير مختلفه كمان ما هيك بوقتها. بقرار وزير هيك هو مهضوم كوميدي الفيلم، يعني كثير انبسطت اني اشتغلت مع هالعمالقه فظيعين شو حلوين يعني، وشو حلو الشغل معهم، شو بروفيشنال كمان، وشو التعاطي معهم حلو، قديش خفيفين. والكوميديا شغله كثير صعبه يعني، مش سهله ابدا. انا دوري كان اكيد بطلع من لبنان كاعلامي، لا مش بحالي، كنت لقابل الوزير يلي فجاه قرر يستقيل، اللي ما بعمره صارت بدول العربيه انه هو وزير يستقيل، وبتبلش القصه من قلب البيت، لانه يعني مرته بتحب البروباغندا وبتحب الفساد والغش وهذا، ومبينه انه هي احسن شيء، وبوجه لها تحيه يعني فظيعه شو شاطره. و بس سهلة سهلة، عندك كثير عندك كثير حواليها أفكار تاخذ منها يعني، سو مش صعب القصة أبدا. قد ما يعني إذا بدي بتفتح تلفزيون بتحضر أخبار بتغري تسحبهم كلهم تعرف تمثلهم بتغري. مضبوط كانت تجربة حلوة. للأسف للأسف هذا المضحك المبكي يعني. ايه طبعا طبعا، وان شاء الله راح تتكرر قريبا مع شركة قباند، انا بوجه لهم تحية مع الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب. انا ما لي عليها بكل هالقصة، ليش انا متهم؟ ما لك عليها ها؟ مع كل الأدلة اللي شفتها هون قدامك وما لك عليها. على القليل اعترف بالغلط يلي عملته. حبيبي الشركة غيرنا بيودوك على بيتك بلا ولا قرش. رح اقول لك انا روح على المحاسب يا استاذ، خذ معاشك والله معك على بيتك. نحن ما بقى بدنا اياك بالشركة. يلا. وانا من عندي بقول رح تدفع الثمن غالي وغالي كثير كمان. اطلع برا. اطلعنا برا. بنشوف يا عزام التوتو. برا ولا؟ بس كمان زوزو قبل ما نختم سوا كمان، يعني انت حبيت الحمد لله وقدرت تحافظ بشكل كتير ناجح على المرحلتين، يعني قدرت ضلك عم تعيش التقديم التلفزيوني وقدرت عم تقدر فعلا تنجح وتنجم حتى بالمسلسلات التلفزيونيه، يعني غير مثلا زميلتنا العزيزه جدا حبيبه القلب رولاي، يعني رولا بقسماطي مثلا، اللي وقتها تركت التلفزيون واستقالت مباشره على الهواء لحتى تتفرغ كليا للتمثيل، والحمد لله قدرت تبدع
تبدع فيه، بس عطت كل حياتها يعني خلص كرستها كلها للتلفزيون وللسينما وللمسرح، يعني هذا شيء نعم كمان حبيت تروح للآخر. انت لا حبيت تضلك حاف محافظ على اثنين، لانه انت كمان انا بعتبرك مالتي تالنتد، يعني انت اسم الله حبيبي. بي بي حمد الله كثير ناجح، ممثل تلفزيون كثير ناجح، ومقدم تلفزيون كثير ناجح، يعني كمان هون شكرا. قدرت تمسك 3 بطيخات سوا. ثانك يو، يعني على قد ما بقدر ان شاء الله اكون عند حسن ظن اللي عم بيشوف الادوار اللي عم بأديها، يعني قد ما فيي عم بحاول. الاستمراريه منا سهله غيدا، الواحد يستمر ويضل متواجد، لانه مع هالظروف اللي عم بيعيشها مش بس لبنان، لبنان الدول العربيه وبرا كمان، يعني انه الازمات متتاليه وين ما كان، يعني ما فينا نقول بس لبنان، بس هلا لبنان متوجه لانه اكثر واحد حاصل على المرتبه الاولى للأسف بالازمات نعم كثير للأسف، ما للأسف بحياته قطع، ما بحياته قطع هيك لبنان، وبهيدي بي 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 كمان بكلمات يعني أشخاص عاشوا 100 يعني أقل من 100 سنة شوي بلبنان، وبيقولوا إنه هذا الشيء ما بحياته قطع على لبنان. يعني صحيح إيه صحيح 100%. الله قديش يسعدك قادر على تطلع وتضحك بعدك يعني على الهوا بلبنان مع كل المعاناة الصعبة؟ لا بتعرفي اللي عايش هون اليوميات خلص، يعني نحن خشبنا مثل ما بيقولوا، صرنا بنوقع بنوقف دغري، يعني بصير اي مشكله او اي مصيبه باي بلد بالعالم بيضلوا يحكوا فيها سنه، نحن هون نحكي يومين وبيمشي الحال ونرجع بنقلع عن اول وجديد. هلا طبعا نحن ما رح ننسى اللي عملوه فينا، رح نضلنا نطالب بكل شيء من 4 آب وجر أكيد لاموال المبيعين أكيد وللسرقات للانفجارات اللي صارت هون وهون وهون وكل هيدا، ما رح نسكت طبعا، رح ضلنا نحكي. وانا ما عم بسكت، كل ما اطلع عم بحكي وعم بقول رايي وخلص، وعلى السطح وصار بدها طقم جديد مثل ما بيقولوا. بس برجع بقول لك شغله، يعني ما بدي ناقض حالي، بس انا ما بعرف اذا انا ورايي كثير عالم انه ما بنعرف نعيش برات لبنان، ما إيه صحيح بنعرف. صحيح. انا اللي انا انا اللي صار لي 4 سنين عايشه برات، وبعدني حاسه حالي كاني عايشه بقلب لبنان، ما تركت لبنان انا ولا لحظه، يعني بعده قلبي جوا بلبنان، حتى لو تركت من 4 سنوات جغرافيا، بس انا كاني قاعده هناك. إذا سألتك هلأ بتفضلي ترجعي أو تضلي بكندا مطرح ما أنت، شو بتقولي لي؟ ده اكيد انا بالنهايه اكيد بدي ارجع لبنان، اكيد بدك ترجعي. اكيد. شفتي كيف؟ يعني كل شخص فينا عنده هذا الشيء، يعني أنا بحب سافر كتير وأتعرف على ثقافات وحضارات الناس والعالم وكل شيء، يعني من الأحياء الشعبية للأحياء الأرستقراطية، ونتعلم ونروح ونعمل سواح إذا كان قدرتنا، كان قدرتنا. هلأ صرنا عم نعمل بالانس، يعني كات بادجت إذا أخذنا فيزا أو ما أخذنا فيزا للأسف. مهم، بس طبعا أنا بفضل إذا في يوميات بدي أعيشها أعيشها بلبنان، شو ما كانت تكون موجودة هون، لأنه أكيد سنين اللي قضيناه هون هاي هي اللي معودين عليه. نعم أكيد أكيد. بس أنت لأنه بتعرفني قديش أنا يعني انفعالية، وأنا كثير مثلا كمان يعني عاطفية كمان كثير، ما بقدر أوقات خبي، يعني حتى أنا شافوني المشاهدين حتى بآخر سنتين على الشاشة على الهواء، يعني حتى بتذكر 2018 آخرها، وبأفريل 2019 حتى شافوني خلص عم صرخ على الهواء، عم خبط على الطاولة، عم أقول لهم خلص وخلصنا بقى وأنا نازلة على الطريق، يعني هيدا حتى كنت عم أقول لهم كلكم، يعني كلكم هيدي حتى قبل ما يقولوها كلكم، يعني كلكم وقتها بالثورة، يعني هالقد اي خلص والله انا انفعاليه. حتى ماما بتقول لي منيح لي منك هلا بلبنان، مع انه قديش مشتاقت لي، بس انه لو كنت بلبنان كنت اكلت كل يوم قتلي، لانه انا هالقد انفعاليه ما فيني اسكت على شيء يعني، وخلص نعم كان لازم اترك بهالفتره عبال ما شوي تروق الاجواء، ودلي من بعيد عم بقدر صرخ لحتى بس نعم ارجع، بعدين ان شاء الله بكون شوي راقت شوي القصه، ونكون شوي خلصنا من الطقم بقول لك الموجود كله قبعناه، ورجع حطينا طقم جديد. نعم المهم ما ننسى، مهم نضلنا نصرخ ونضلنا نطالب وما حدا يسكت، أبدا مهم ما أبدا ننسى. يعني انا نافر. بتصور يعني الشعب اللبناني اللي نزل على الطريق ل 6 دولار للواتساب بالشهر، هلا على اللي عم بصير فيه قاعد ببيوته، هذا شيء ما بلاقيه شيء طبيعي. يعني أبدا انا بحكي لي ليش انت قاعد ببيتك، انا مش قاعد ببيتي، انا كل ما اطلع على البرنامج الا ما اعمل اللي لازم ينعمل، إيه وكل صح مقابله بطلع فيها الا ما احكي اللي لازم ينحكى. انا برايي ما حدا من اللبنانيين، كل واحد منا كلبناني كمواطن لبناني عنده دور يرفع الصوت ويرفع السقف، ما حدا يسكت. صحيح صحيح، ما حدا حيسكت، صحيح ما حدا حيسكت، ونحن الحمد لله معروفين انه نحن حتى طريقه حكينا كمان كيف بنحكي فيها بنقدر نوصل الرساله كمان، الحمد لله هيدي نعمه من الله، وهذا تمارين كثير اشتغلنا عليها لحتى نصير هون. انا بدي اشكرك صحيح كثير زوزو، انا اشتقت لك قد الدنيا، وشوفك بعد شوي بلبنان كمان ان شاء الله. انا الله لالي رزق. رح كون عندكم اكيد مثل العاده، مثل العاده دائما بلبنان كل فتره، واكيد لحتى يحضروا هاللقاء مع المقدم التلفزيوني والممثل التلفزيوني المبدع
جوزيف حويك، فيكم تفوتوا اكيد على غيدامجذوب.com وتقدروا تحضروا هذا اللقاء ولقاءات اخرى، وانا بشوفكم بلقاء جديد. Thank you, Lalik Rida. See you.